يلتحق بنا عبر الهاتف من قطاع غزة الدكتور مروان السلطان، المدير الطبي للمستشفى الأندونيسي بقطاع غزة. دكتور مروان، في البداية هل يمكنك أن تضعنا في صورة ما يحدث وأيضا في ما يعيشه المرضى والمصابون هناك عندكم في المستشفى في ظل هذا القصف الممنهج للمستشفيات وتخومها؟ حياكم الله أخي. الوضع يزداد صعوبة وتعقيدا، الوضع هناك جرائم تنتهك بحق الآن خلال اللي هو 12 ساعة، هناك قصف لمدارس إيواء عندنا في شمال قطاع غزة تم استهدافهم، هؤلاء عائلات يعني آووا إلى المدارس للحفاظ على أرواحهم، لكن الاحتلال استهدفهم وهم يعني في ساحات وفي داخل الصفوف أيضا. الوضع صعب جدا، الوضع معقد، هناك قصف حوالي المستشفى، هناك من داخل المستشفى من الطواقم الطبية طبعا يشعروا بالقلق والخوف لأنه تم استهداف أيضا مستشفى النصر، ونحن مستشفى على الخطوط الخط الأمامي الآن، نحن فالوضع خطير جدا وصعب أخي العزيز. الذي كنت إحنا نعم. بالنسبة تفضل تفضل سيد مروان تفضل. الآن إحنا السعة تاعت المستشفى ضعفناها ولخمس مرات، الآن عندنا 320 سرير مصاب، المفروض إنه في مرضى طلعوا إلى عبر الممر الآمن إلى اللي هو مصر الشقيقة، لكن لحتى الآن اليهود يرفضون اللي هو الممر الآمن، ما فيش أي يعني حماية لهم، وبالتالي اليوم كان مقرر أنه يطلع حوالي 20 مريض لم يطلع، وهناك تراكم في عدد الإصابات وازدياد، حتى أن الاستقبال الطوارئ الآن مليء بالمرضى الذين يحتاجون إلى إدخال لتكملة العلاج تاعتهم. سيد مروان، في ظل أيضا شح الأدوية والمستلزمات الطبية لإجراء عمليات أو للتكفل بالمصابين الذين يصلونكم يوميا، تحدثت عن مضاعفة الطاقة الاستيعابية لخمس مرات، ولكن ماذا عن الأطقم الطبية؟ كيف تتعامل الأطقم الطبية مع هذا النقص الشديد في المستلزمات الطبية والأدوية والقلق الذي تحدثت عنه في معالجة من يصلكم إلى المستشفى؟ والله شوف يا أخي، يعني معية الله سبحانه وتعالى هي التي نعمل بها، جزء كبير من الطواقم استقبل عائلته وأهله بين المصابين وبين الشهداء، ولهذا يزيدنا إصرارا وعلى أن نكمل هذه المسيرة وأن نقوم بواجبنا على أكمل وجه، وأن نقابل الشح في المواد والشح في الوقود وكل هذا الشيء، أن نقابله بالإصرار والابتكار اللي هو الأفكار لكي نقوم بعلاج يعني المصابين، لأنه هذا واجبنا الشرعي والديني أمامه. ربما شكرا جزيلا على وقتك هذا دكتور مروان السلطان، ونعرف الأجواء التي فيها والظروف التي تعملون. عفوا، ولكن ربما سؤال أخير عن مسألة الوقود الذي تحدثت عنها، الحديث أن الوقود قد نفذ من كل المستشفيات، أنتم هناك في المستشفى الأندونيسي كيف هو الوضع بالنسبة لهذه المسألة؟ أخي يعني نطور الخطر يعني يدق، نحن أردق يعني قلصنا الخدمات تاعتنا، الآن إحنا مفعلين اللي هو العناية المركزة على مطور صغير، مولد كهربائي صغير، غرف العناية غرف العمليات تعمل لإنقاذ الحياة فقط، مئات من المصابين ينتظرون عمليات جراحية خصوصا في الأطراف. الآن في بعض المرضى منذ 7 أيام ينتظرون القائمة، لكن نتيجة للجرائم المتكررة واستهداف اللي هي مناطق إيواء اللي هو وأحياء كاملة، هناك نحن نتعامل كإنقاذ حياة. الآن الكهرباء مطفأة في غرف المرضى المنومين العاديين، المصابين طبعا موقفة، نستخدم كشافات.
شكرا دكتور مروان. نعم اكثر كم ممكن من الوقود اللي عندنا يعني. نعم شكرا. لكي نتمكن من استمرار الخدمه الطبيه لانقاذ الحياه. نعم دكتور مروان سلطان مدير طبي المستشفى الأندونيسي، شكرا على وقتك هذا، ونحن نعلم الأجواء والظروف التي يعمل فيها الأطقم الطبية.